للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية، معي الآن مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. توقعات متباينة للبنوك الاستثمارية الكبرى حول اتجاهات أسعار الفائدة، بدي تعليقك على هذه التوقعات ليو بي أس، بتوقع بدء الخفض ابتداء من شهر مارس، الأسعار الآن عم بتسعر أنه الخفض سوف يبدأ في يوليو، وأيضا نسبة الخفض سوف تكون جدا مرتفعة، بتوقع في العام المقبل أنه تتراجع الفائدة ب 275 نقطة أساس. ما تعليقك على هذه التوقعات؟ صباح الخير لارا، شكرا للاستضافة. نعم، التقرير يعتبر نوعا ما متفائل جدا من يو بي اس. عندما ننظر إلى 275 نقطة أساس أعتبرها فكرة كبيرة جدا لخفض أسعار الفائدة، خاصة بأن أرقام التضخم لا تزال بعيدة عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي أيضا النمو الاقتصادي لا يزال مرتفع جدا. 4.9% للنمو الاقتصادي يعتبر عالي جدا، وهو ما قد يدعم أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة، حتى لو كانت قراءة اليوم ناعمة أو باردة بالنسبة للاقتصاد. لكن عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية حتى من ناحية العمالة، 150 ألف وظيفة في الفترة الماضية لا تزال تعتبر أرقام جيدة، خاصة الأجور لارا، الأجور عند 4% تقريبا لا تزال مرتفعة جدا، فيما لو أخذنا أن الأجور عندما تكون 4% فبالتالي ممكن التضخم يكون مرتفع في الفترة القادمة. من ناحية أخرى، سعر الفائدة الحقيقي لارا، عندما ننظر إلى سعر الفائدة الحقيقي وهو سعر الفائدة ناقص أرقام التضخم 5.5% ناقص 3.7% هو 1.8%، أي هو ليس تشددي، 2% هو الرقم التشددي بالنسبة للاقتصاد. فبالتالي لم نصل إلى مرحلة تشددية، نحتاج رؤية أرقام التضخم تسجل المزيد من القراءات الباردة، المزيد من الأرقام المنخفضة. جيروم باول ذكر بالمؤتمر الصحفي الأخير الأسواق تتوقع أن يكون هناك تخفيض فائدة، لكن جيروم باول أشار بطريقة واضحة، لا نقاش لا حديث بالنسبة لأعضاء الفيدرال الأمريكي حول تخفيض أسعار الفائدة، لكن لحتى الآن الأسواق متفائلة جدا بإمكانيات تخفيض أسعار الفائدة، لكن لحتى الآن لارى صدقا لم أجد أي أداة تعطي إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. على ما أعتقد النمو، الوظائف هم القائدين في سيارة الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة، نحتاج المودريتنج، نحتاج النعومة في الفترة القادمة بالنسبة لأرقام الوظائف والتضخم للحكم وأخذ إمكانية تخفيض أسعار الفائدة. لكن حاليا على ما أعتقد مبالغ فيه أو من المبكر الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة لارا. طب أحمد، كيف عم بتفسر عدم اتفاق بيوت الاستثمار حول موعد البدء وحجم التخفيض في أسعار الفائدة؟ هل مرة أخرى الرسائل اللي عم نسمعها من الفيدرالي برأيك غير واضحة؟ 100% لارا، لما يكون في عندي انقسام في أعضاء الفيدرالي الأمريكي فهذا رح يعطي عدم اليقين بالنسبة للقرار القادم. من الفترة الماضية ما يقارب 6 أشهر هناك أيضا عدم اليقين من معرفة تحرك الفيدرالي الأمريكي للاجتماع القادم، فما بالنا لما يكون في عندي توقع ل6 أشهر أو توقع ل8 أشهر قادمة. فعلى ما أعتقد حتى كان هناك انقسام أيضا لارا في الفترة الماضية لإمكانية رفع أسعار الفائدة في شهر 12، نحن عم نحكي لشهر واحد، التوقع لشهر واحد هناك تأرجح في عملية التوقعات، فما بالنا عندما يكون هناك توقع لفترة زمنية طويلة. نبرة الفيدرالي الأمريكي كما ذكرتي لارا، الانقسام بين أعضاء الفيدرالي الأمريكي، حتى انقسام التصويت في الفترات الماضية، انقسام حتى تصويت الأعضاء في الدات بلوت أو المخطط النقطي، أعطى العدم اليقين مما ألقى بظلاله على الأسواق، ألقى بظلاله على بيوت الاستثمار لإمكانية توقعهم. الفترة الماضية على ما أعتقد التوقعات كانت بالنسبة للبنوك متأرجحة جدا، من 275 نقطة أساس يو بي أس الأكثر تفاؤلا إلى هناك توقع على ما أعتقد جولدمان ساكس 25 نقطة أساس توقع، فالتباين واضح جدا جراء نبرة أعضاء الفيدرال الأمريكي المنقسمة، انقسام في أعضاء الفيدرال الأمريكي أعطى انقسام في الأسواق بالنسبة للتوقعات. دعني أحمد أتوقف عند جوز الين دولار. الين عند أدنى مستوياته لهذا العام بل أكثر من ذلك، هل برأيك سوف نرى أي تدخل من قبل البنك المركزي لدعم العملة؟ نعم لارا، 152 دولار ين هي مستويات دائما ما كانت تحمل نبرة تشددية. تعودنا على الحكومة اليابانية تدخل شفوي ثم التدخل العملي. وزارة المالية ذكرت في الفترة الماضية أن الانخفاضات اللي حصلت في شهر أكتوبر 3 انخفاضات في الفترة الآسيوية أنها لم تصدر أي تدخل في العملة المحلية.
أعطى الأسواق إمكانية التفكير بأن إمكانية التدخل واردة جدا في الفترة القادمة. حتى نبرة البنك الياباني في الاجتماعات الأخيرة تغيير منحنى عوائد السندات، وضع 1% كحد وليس سقف، على ما أعتقد أعطاني إشارة على إمكانية تجديد في الفترة الماضية. تاريخيا تجديد السياسة النقدية بالنسبة لبنك اليابان كانت دائما ما تكون مقترنة بعد نهاية دور تجديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. الانترفنشن التدخل وارد جدا عند مستويات 152 لارا، 152 مستويات حساسة جدا، من مستويات 152 إلى مستويات 55 هي مستويات وارد جدا أن يكون هناك فيها تدخل. إن لم يكن هناك تدخل عملي، على ما أعتقد يجب أن يكون هناك تدخل شفوي بالنسبة لبنك اليابان، وهو على ما أعتقد قد ألمح فيه في التصريحات الماضية بالنسبة للمسؤولين اليابانيين. مستويات 152 إلى مستويات 155 نعم أعتقد هي مستويات قد تكون وارد فيها التدخل. شكرا لك أحمد عزام، محلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.